كونسيوم الاناث. شومبغ عاديه، ماما كانت حدايا لانفيرمير، خرجوا فديك الوقيته طلع عندي الشفاف، كي خاصتك شي حاجه نجيب لك شي حاجه. قلت ليه لا الحمد لله، ممكن نهضر غير بعينيا، ما كنتش كنهضر، كنقول غير فيا الحق فيا الحق، ما قاداش نغوت. هو طير ليا التليفون في كاع لي دوسي ديال الطبيب، في الدواء، وديك الساعه كنت محتاجه لواحد الدواء ما كاينش في المغرب، كاين داك الدواء غير برا، حيت رجليا ما بقاش كنتمشى بها، باش يجيبوا لي داك الدواء كنت صورته وصيفطاتو لي واحد الانفيرمير طاليانيه، مشى ليا كلشي حتى النيميرو ديال الاطباء اللي كنت نهضر معاهم، ديال الناس اللي عايشين برا باش يصيفطوا لي داك الدواء. تعطلوا لي عاوتاني الدواء، ما وصلنيش صيفطو، باغي يزور شي واحد في لاكلينيك، شدو الكاميرات وكلشي، ولكن باش يقلبوا عليه ما لقاوش. درت الشكايه جاو عندي، واخا ما كنتش كنهضر، المهم عمرو ما حضر بداكشي اللي شافته لانفيرميون وشافوه الكاميرا، حيت انا ديك الساعه كنت كنهضر غير بعينيه، ونحمد الله ما حيدش ليا شي تيو، حيت كنت شاريه غير شي حاجه صافي ما كنت نقدر تنتنفس، كنت عايشه كلشي اصطناعي. ديك الساعه كنت نقليله كانت في عيد الفطر، حيت انا دوزت الشهر وانا في الكلينيك، من قبل العيد وانا في الكلينيك. درت العمليه الاولى، درت لاشيميو ديالي عادي 12 حصه، وتنقص لي المرض 70%. قلت الحمد لله، فرحانه باش غندير الاوبيراسيون، حيت ديجا كنت كندير لي زوبيراسيون قبل لاشيميو ما كانوش كينجحوا ليا، ولا شيميو ما نكذبش عليك كنت كنديرو الطبيب ديالي كيقول لي في يد الله، كيقول لي زعما ما يمكنش، زعما ما عندكش الامل، ولكن كنت كنقول ليه مهم دير لاشيمي ديالي او موان، حيد عليا غير داك الحريق اللي كان فيه، كنتقطع بالحريقه، كلشي كانت كتنفخ بحال عندي 4 شهور، كانت ديما منفوخه. ديجا كنت حطيت 20 مليون، بديت العمليه انا دخلت على اساس عندي عمليه ب7 8 المليون، ما تفوتش 8 المليون. كي كتعرفي العائله ديالي بابا ما خدام شافور في طاكسي، انا كنت باقي ما عندي لا سينيسيس لا والو، ديجا كنت كنخلص لاشيميو. غير واحد السيده كانت بحال دابا عندي الحصه ب2 المليون، كتعاون معايا، انا مليون هي مليون الحمد لله، هي اللي زعمتني، حيت انا في الاول كنت في موريزكو ولي رونديفو كانوا كيتعطلوا عليا، وفتحت في موريزكو وتعقد ليا المصران وانايا في موريزكو، وفتحوا ليا وما حيدوش ليا المرض، قالوا لي سيري نتسنى الرونديفو عاوتاني، وخلاو ليا كرشي محلوله من هنا الصيبان ويعاودوا يفتحوا ليا، ما عاودوش فتحوا ليا. ما نكذبش عليك، قلت اللهم نجي للدار، حتى جاني تليفون من واحد الكلينيك ديال لاشيميو، هي فاش مشيت ليه قالوا لي واخا ما عندكش الامل، حنا بغينا غير نساعدو معاك، كنخلص نص هما يخلصوا ليا نص. من موراها قال لي الطبيب الحمد لله السكانير خرج ليا مزيان، التفاؤل ديالي الحمد لله خرج ليا السكانير مزيان، درجه نقص ديال المرض 70%. فرحت كاي واحد باش ندير العمليه وتشجعت، واخا كنت ديجا دايره قبل منها 5 العمليات، اللحم ديالي فاجيني خيطو مابقاش عندهم فين يشد. دابا 8 باقا، دابا خاصني ندير عمليه هي اللي دابا معطله فيها. المهم درت العمليه، درت البطر، حيت المصران الغليظ كامل، حيت اي حاجه لي زوفير، حيت الطبيب دخلت عنده قال لي، قلت لي اي حاجه بانت لك نقدر نحيدها، المريضه نحيدها، حيت ما بقيتش مستعده باش ندير شي عمليه واحده اخرى. قال لي واخ، حيت درت حيت كندير لابوش حتى هي حيدها ليا. فرحنا الحمد لله، نعس في لاغيانيماسيون 15 يوم، من موراها جيت للدار قلت الحمد لله. من موراها سيمانه طرطق ليا داك المصران الصغير اللي الواحد بقيت عايشه به، رجعت عاود درت لابوش، بقيت في لاكلينيك عاوتاني، عاود طرطق ليا، مابقاش كتشد فيه الخياطه بكثره لاشيميو اللي درت والعمليات اللي كنت درت. عاوتاني عاود درت العمليه واحده اخرى، بقيت ناعسه عندهم صافي، من تما انا ناعسه الشهور، عايشه غير بالتيوات لي زابارا، بقيت بحال هكاك عايشه. من بعد ولا عندي مشكل في رجليا، حيت ما بقيت لا كناكل لا والو، عايشه غير بداك السيروم ديال الماكله، خص الدار يجيو يقلبوا على سيروم 14 ريال النهار، عاد الدواء، عاد مبقيتش كنتمشى برجليا، خاصني واحد لي فيتامين، وهذوك لي فيتامين ما كاينينش في المغرب، خصني نقلب عليهم برا، ما لقيناهمش. وليت ما نسيت شنو هو الصراط، وليت كنقول يا ربي غير نتوشي رجليا غير بايديا، غير نحطهم غير في الارض. هذه هي النعمه اللي كنطلب من عند الله، والحمد لله الحمد لله. شحال وانا بالكروسه، شحال وانا الحمد لله دابا وليت كنقدر نوقف شويه على رجليا. وما حسبتهمش ولكن اكثر من 30 مليون غير لي سكانير ديما لي غيم كتوصل ل 5000 درهم 6000 درهم. دابا نيت خاصني ندير واحد، دابا نيت خاصني واقفه نيت على 8000 درهم. دابا شي 15 يوم وانا خاصني ندير دابا سكانير وتيوت المصران ولي زاناليز، هادو ديال الكونترول لي كدا من 6 شهور. انا دابا جاني الحريق ملي مشيت غير عند الطبيب عادي ماشي الطبيب ديالي، قال لي خاصك تمشي تشوفي داري والطبيب ديالك هو اللي يبدا معك العمليه. والصراحه قال لي كلشي غادي عندك مزيان هو اللي خاصو يكمل معك، ولكن تعطلت في لوبيراسيون. العمليه تعطلت فيها تا ولا دابا معديره البوشيطه، والبوشيطه عندي تيوف الكلوه، وهذيك تيوف الكلوه ما خاصنيش نطول بيه بزاف، خاصني هاد البوشيطه ما خصهاش تبقى واحد عام ولا عامين. انا بقيت بها عامين باش تحيدها، 5 ولا 6 باش تحيد البوشيطه، باش نحيد البوشيطه. عاد الكريدي اللي عندي دابا في الكلينيك ديال 10 مليون. يعني الصراحه الطبيب عيا ما نقص ليا الصراحه، ولكن راه الشهور وانا في الكلينيك، راه الشهور وكثر الشهور غير نعس الاخر اللي نعس. عاد العمليات الاخرين اللي كنت درت انا دخلت على اساس 8 مليون. كي كتعرفي عماتي عمامي وخاته واحد ما خدام، كل واحد ساهم بشويه، ما فتاقتناش. هزينا الكريديات، هزينا كريديات من البنكات من باش نخلصوا. دابا حد الان عندنا الكريديات، هادو الكريديات يعني خليناهم ابار بلا هذاك الكريدي ديال الكلينيك. ما عندنا لا لانسينيس لا والو. بابا خدام شافور في الطاكسي، كاين خويا صغير، ماما ما خداماش. عائله بينا، عائله صغيره. ما عندي امي واحد هو اللي عندي، هو اللي كان تساعد معايا، شي عطاني 1 مليون شي عطاني 2. بحال صاحبتي الله يرحمها حتى هي كانت شفات، عرفت راسها صافي ما كاينش الامان، عطاتني 2 مليون ديال العلاج ديالها، هي اللي عطاتني، ضحات براسو عطاتني 2 مليون ديالها، قالت لي باش تعاوني بها في العمليه. يعني اللي مريض بحالي هما اللي حسوا بيا وهما اللي عاونوني في هذيك العمليه. وانا ما نكذبش عليك كانت شحال من واحد قال لي باني، ولكن ما كنقدش كنقول لهم مكتبه ليا شي حاجه ولا رزقي عندي مقسموا لي الله راه غادي يجيني. وكنقول اي واحد زعما التحامي فقد الامل. انا راه الاطباء فقدوا فيا الامل، قالوا لي عام الا طولتيه بزاف. انا الحمد لله راه 3 سنين، ما انني كنت ديما معطله في العمليات، ديما ما عنديش باش ندير سكانير. ولكن دابا ان شاء الله، ولكن دابا بحال دابا نيت انايا تعطلت في الكونترول، تعطلت خصني ندير سكانير. وكتبت عليك هاد السيمانه قتلني الحرق بزاف، حتى وليت كنتمشى شويه كنوض شويه وقلت الحمد لله، ورجعت عاوتاني بحال حسيت بديت كنرجع للور. اي وحده قريت وصلت للباك ديالي، جاهت خديت الباك. صراحه كنتمنى نكون انفيرمير، شفت الناس ما قلبي شويه ضعيف، ما قديتش زعما نشوف هذوك الناس كيتالموا، انا ما استطاعتيش ندير شحال من حاجه. درت ديك لا روندوان قريتها، ساليت دوزون ديالي، درت سبيسياليتي 3 زون لي ستاجير، ما بقيتش الخدمه، بقيت ستاج هنا ستاج هنا. عندها ترانزيتير، انا ترانزيتير شويه واحد جاتني ستاج في طنجه، شي واحد البيرو يلا غيتحكي باش تبداي معانا. مشيت السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه كان واحد العيد، جيت نشوف لا فامي ديالي في الويكاند، شتني الحريق. انا بعدا في الويكاند شتني الحريق من رجليا، مابقيتش كنقدر نتمشى بها. كنقول لانيمي كنشرب الدواء كنوض لانيمي شويه. شتني الحريق في كاجي، مشيت ليغجونس كاي واحد كيشدو الحريق كيمشي ليغجونس كيبغي يعرف اشنو عنده. ليغجونس دكو ليا برا ديال الحريق باش نتكالما، ما دارت ليا والو. مشيت شفت واحد الطبيب في العياده ديالو، كتب ليا ورقه قال لي تجي عندي لا كلينيك، لقى عندي ميكروب. شنو هو هذا الميكروب؟ ما عرفناش. بقيت ناعسه عنده في الكلينيك 15 يوم، اخر نهار قال لي خصنا نفتحو باش نشوفوا اشنو عندك. ما عرفناش، درنا لي غيم التحاليل ديك 15 يوم كلها درنا فيها لي سكانير ولي غيم، ما كنعرفوش اشنو كاين. دار لي العمليه، حيد لي لا بيوبسي لا بيبسي خرجت انها فيها سرطان وما قالش ليا. انا جات قريت لا بيوبسي كنقول جاتو هو ما صيفطناها لبرا، جا شافها قال لي عندك كلشي مزيان. انا من موراها بقيت مريضه عاوتاني، مبقيتش كنوض، كنقول او عمليه صغيره وما كنوضش. ملي مشيت قلت له واش عندي شي حاجه، قال لي لا ما جايكو كان شي حاجه غنصيفطك ديري السيروم. قلت له السيروم راني درتو، انا عندي بالي سيروم عادي هو قصدها بلا شيميو. بقيت مشيت انا داك الطبيب، مشيت كيف اي واحد استشاره مع السبيطار ديالهم اللي حدانا، قالت لي شوفي بنتي انا ما نكذبش عليك، شكيت انه عندك سرطان. ديت لها التحاليل، قرات لي الوراق، قالت لي شكيت انه عندك سرطان. قالت لي واش عندك لاميتيال ديالك؟ قلت لها ما عنديش لاميتيال ديالي. قالت لي انا صيفطك تمشي لكارونت اللي في مورينزكو. صيفطات لي ورقه مشيت لكارونت، دغيا غدير لي سكانير التحاليل، درتهم كلشي بالفلوس بريفي حيت تمايا كلشي كيتعطل. عاود دار ليا هو العمليه، دارها ليا بالحق ماشي كي كنت درتها عرض، دارها ليا طول من المعده لتحت من كرشي. علاش دار ليا العمليه؟ باش ياخذ لا بيوبسي حيت التحاليل ما كيخرج حتى حاجه، ما كتخرج باينه. حيت قال لي العمليه الاولى ما نقدروش نهزوا لك لا بيوبسي بالليزر، ديجا كرشك مفتوحه. دار ليا لا بيوبسي على 6 شهور عاد خرجوا ليا، ما جاو فين يخرجوا ليا التحاليل تاع قد ليا المصران. رجعت عند هذاك البروفيسور ما لقيتوش. صراحه داك النهار قلت ما بقيت كنشوف والو، كنشوف الدنيا كلها مطبق قدامي غير كنبكي. النهار الثاني نط في الصباح قلت غادي نبدا حياه جديده. كنت كنقلب على راسي في الخدمه باغا حياه جديده مع عائلتي، وليت كنقلب على صحتي. نط لبس حوايجي، اول حاجه قلت لهم انا فيا سرطان. بابا قال لي ما يمكنش، ما بغاش يتقبل. قلت له فيا سرطان، قالوا لي غير هاد التحاليل عندك غلط. قلت لهم كلشي قاله ليا، وهذاك الشيء اللي كنحس به انا انه واخا انا سرطان غير كنت كنسمع به، ما كنعرفش شي حد قريب ليا زعما جا السرطان ولا شي حد في العائله نقولوا وراثي ولا شي حاجه. عمرني ما فكرت انه جايني شي نهار انا السرطان، ولكن ما قلت ما عندي ما ندير. الحمد لله الحمد لله حنايا عايشين متعرضين لاي حاجه. لبست حوايجي، اول حاجه مشيتها كنقلب انا راسي على الطبيب اللي غادي نمشي نتعالج عنده. مشيت لمورينزكو، مشيت مع 7 الصباح كنتسنى البروفيسور. بديتها من الكارونت. مورينزكو ما كدبش عليك ما امني ما وصلتو، ما كنتمنو حتى حد يوصل لديك البلاصه. مشيت هي فاش قالت لك درت العمليه، درت لا بيوبسي، جيت للدار، بقيت في الدار. ما كيديروش ليا لي سوان راسي في الدار، انا كنجيب انفيرمير للدار. من بعد قالوا لي التحاليل خرجوا على 6 شهور. التحاليل قالوا لي عندك في المصران. شفنا فين ناسوني في الهاروشي بلاصه الولاده، قسما بالله ناس في الارض الدار فين كيشوفوني من واحد الشريجم صغيور كنخرج كنطلع عليهم. بدرجه كيهزوا ليا التحاليل ما كيبغيوش يتهزوا، بداك البرا كيدقوها ليا اوجه في لحمي. عطيتهم راسي ما عندي ما ندير، فيا الحريق. هزوني قالوا ليا غندوك مع 12 الليل 3 ايام وانا ناعسه عندهم. هزوني داوني 35، قالوا لي غنفتحوا لك غتموتي، قالوا لي خصنا نفتحوا لك ارجون. فتحت مع 12 الليل. اش داروا ليا وانا عندي المرض وعارفين فين عندي المرض، ما حيدوش ليا المرض. خرجوا ليا البوشاطه، حلوا ليا دوك العقده اللي عندي في المصرع، خلوني ناعسه سيمانه وانا فيا سرطان، 8 اللي ناعسين في الشومبر، ما عنديش المناعه، وهذوك اللي معايا ما عندهمش سرطان. قلت ما قديتش نبقى، ما استحملتش صافي، نفسيتي اصلا عياز. قلت اللهم نمشي للدار نرتاح ولا نبقى في هاد الحال. وهاد الناس كيبغي النفسيه تكون طال او المناعه باش تهي تعاونك وتطلع. جيت للدار بكرشي محلوله، كيجي واحد السيد انفيرمير هو اللي الله يجازيه كان كيداويها ليا في الدار. مشيت عندهم بكرشي محلوله، ما قالوا ليا ما انتي اللي خرجتي من السبيطار، ما عندنا ما نديرو، صافي خرجتي سالينا من عندك. صافي جيت للدار بقيت ناعسه. هي فجاني تليفون من هذاك الكلينيك ديال لاشيميو، كنت كنمشي عندهم، تساعدوا معايا، خلصوهم شويه وانا شويه. واحد السيده عندي حصه كانت ب1.5 مليون، كنت نخلص 10,000 درهم، هي 5,000 درهم. مهم تساعدت معايا هاد السكاني غولي غيم كنت كنديرهم بوحدي في كلينيك واحد اخر، كملت معاهم. قال لي الطبيب الحمد لله بديتي في التحسن، كنا قلنا قال لي نكذبش عليك ما عندكش الامل، قال لي ولكن دابا الحمد لله عندك تحسن، قال لي دابا بقات لك العمليه باش نحيدو لك البلاصه اللي مريضه. درت العمليه كيف قلت، قال لي عندك سيمانه خصك تجمعي فيها 8 المليون. سيمانه قلت جيت كنبكي عند بابا، قلت له واخا نعرفو نبيعو الدار، والدار ماشي ديالنا، حنا عايشين غير مع جداتنا، دار ديال الوراثه جداتي واماتي ولكن هذاك نصيبنا شكون غادي يعطيه لك. صافي الناس اللي مرض معايا تعاونوا معايا، جمعت شي حاجه قليله ديتها الكلينيك، هزيت كريديات، درت العمليه، من موراها وليت عمليات عاوتاني. العمليه ما نجحتش، قال لي غتعاودي عاوتاني ديري العمليه. بقى عندي غير مصران واحد، المصران الصغير بكثره لاشيميو مابقاش كتشد فيه الخياطه. عاود درت عمليه في عمليه في عمليه، دابا ما عندي اللحم طايب كنقدر نخسر 2-3 200-300 درهم، حيت الوحده كدير ب70 درهم، 200 درهم في النهار. كاين نهار اللي نخسر فيه غير 70 درهم، كاين نهار قليل نهار اللي نقدر نخسر فيه 70 درهم، ولكن الاكثريه 200 درهم. كنسواني راسي، ها هما الدوايا حدايا، كنسواني راسي، كنشري سيروم سورانغ. عايشه بمصران واحد، حتى من المدارة كانت مرضت لي، حتى هي راه ما كنقدرش ناكل، كنت عايشه غير بالسيروم. الحاجه الوحيده اللي بغيت هو انني كنت ديما كنوض كنجري كنقلب، عمرني ما قديت كنهز كريديات باش كنعالج راسي براسي، عمرني ما قديت نقول شي حد راني تزيرت راني وحلت باش ما نديرش عمليه. ولكن ماشي عييت، كاين هذا هو جهدي، هذا هو جهدي وجهد والديا وجهد عائلتي معايا. دابا انا محتاجه في هاد السيمانه وقفت غير على 7,000 درهم غير ديال الكونترول ما لقيتهاش. دابا غير الفتحه مرضات ليا باش نمشي عند الطبيب ديالي ما قديت، حيت الكلينيك كيتسالوني 10 المليون، الكلينيك كل مره كيعيطوا ليا غندفعوا لك الشكل المحكمه. حنا راه كليكه، وكاين اللي كيقدر يبان ويواجه الناس باش كيطلب منهم المساعده، وكاين اللي ما كيقدرش، عدد منهم ساكن ما كلشي خايف من كورونا وبلا كورونا. السرطان فيها اكثر من كورونا، هو كاين العلاج ولكن كاين المصاريف ديالو، المصاريف ديالو كثيره، غير التحليله قليله، تحليله صغيره الا بغيتي تسوليها 20 ريال. اللي عنده صحيحته كنقول له خليها ليه، كنطلب من الناس غير انا ما نكذبش، انا ما بغيتش فلوس، ما خدمه كنتمناها، حتى انا باغا نخرج واحد النهار نخدم نجيب مصروفي لراسي، نشري الدواء ديالي لراسي. هاد لي بوشيط كنت كنقول واحد النهار ما عنديش مشكل، انا البوشيط واخا ما كانش عندي فلوس اوبيراسيون باش نديرها، كنقول ما عنديش ماشي مشكل. الحمد لله كانت عندي واحد الامنيه غير نقيس رجليا مع الارض، الحمد لله توشيت رجليا مع الارض ودرت واحد الخطوه ووقفت، ما كنتش كنوقف، قلت الحمد لله. العمليه كانت كنقول حتى هي ماشي مشكل واخا ما نديرهاش، الحمد لله نخدم ان شاء الله ونوقف ونشري البوشيطات لراسي. ولكن دابا ولاو عندي مشاكل اخرين، البوشيطه ولات عندها علاقه بالكلاوي، والكلاوي ولاو كيتوما كيتشوشاو، يعني ولات دابا بزمني خاصني نحيد البوشيطه، بزمني خاصني نمشي ندير داك الكونترول، هذاك الكونترول ما عنديش باش نمشي نخلص الكلينيك. على الاقل انا بغيت نخلص عليا غير الكريدي ديال الكلينيك اللي عندي، حتى وصلنا حتى المرحله ما كاينش، بقيت كنشوف فيها ما كاين زعما خصها هاد العمليه وما كاينش باش ما تخدم. كنتمنى تخدم صراحه، تخدم كنتمنى تخدم حتى الديوانه. فرحت حتى السطاج في طنجه، فرحت قالت لي ماما نديك 6000 في طنجه، كانت سطاج كنت تخدم بنتي وتزوج. بصراحه كنتمنى حاجه اخرى، فجات العمليه هي اللي عندي. فجات العمليه خرجت في الملي، ما بغوش يقولوها عليا، قالوا لي بنتك حيله الوالده. صافي بكيت، هذيك صافي تصدمت، هذيك صافي بكيت في هذيك، ما قلتهاش ليها، هي في انعاش، ما قلت لها. قالت لي فراسي، راه فراسي قالت لي. الحمد لله وصافي، الحمد لله. جريت وطلبت على الكلينيك، بخيت فين مشيت كنمشي عندها الكلينيك من 8 الصباح حتى العشيه، حتى الليل عاد كنجي، حتى الليل عاد كنجي، كندير الدواء حتى كنفرقهم. ما كان طلبت من الشركات، لا عام ما درتو، سعيت في الشركات تما، سعيت في الشركات. واحد تما بقى هنا ونجمع لك، ما تقتش فيه، خفت. قال لي ما تخافيش، قال لي ديما كنشوفك حنايا، واش عندك بنت؟ قلت له عندي بنتي. جمع تخيل جمع لي 6000 ريال، قال لي ها هي 6000 ريال، خلي عندك غدا نجمع لك ثاني. قال لي والله ما هاد الناس، خفت. كنت ما نقدرش، كنت راجلي واعر ما نقدرش، الا كان شي حاجه جيبها لي. بقيت مشيت عند واحد جالس في التوسيده معروف، قال لي السيدي عنده لاباس عليه. لحت ديت الدوسي في الطونوبيل، لحت ليه الدوسي بحال داك شكل الافلام، درت الدوسي لحتو ليه في هذا. قلت له باش عاوني، باش ما كان عطاني الشيك هذاك باش نكمل فلوس العمليه، باش نكمل فلوس العمليه. ما بغيت نقول لها والو، هي كنجي مالك ماما وكنقول لها والو. سعيت العام ما شفتو يا باش مشي وتجي، ما كاينش. الجيال اللي كانوا كيجمعوا ليا بعد با ما كانش خدام، برك اخرش يخدم في الطاكسي، كخدام مع الناس، والاخر جلس ما في جلس. والحمد لله الطبيب طلحت لي على يديه، طلحت لي على رجليه باش يرقص ليا، نقص لي باش عاود العمليه، باش عاودها. قال لي 3 نقص لي مليون. قال صافي ملي شاف بحال هكا عرفتي تخيل في الميت بكاو، 1000 بكاو معايا، 1000 بكاو معايا. قال لك الدكتور ما كينقصش، انت كيفاش تنقص ليك؟ كيفاش انت جرتي ليه؟ طلحيتي حتى خرجت، طلحيتي لا كتو على يديه. قلت له ما عندناش، قلت له ما كاينش، ماني من نجيب لك انا، قلت له با ما خدامش، ما عندنا لا ميتيال لا والو. قال لي واخا يكون خير، نقص لينا مليون. ما كتشوف هادي ماليكوش كدير ليكوش، ها كتكديرهم بحال داكشي ليكوش، بحال داكشي داك البوشيطات. الحمد لله، الحمد لله. ما كيدخل صوالينها كتقاتب، كتغوت، نسمعها كتغوت، ملي كيديروا فتحه كتغوت. انا كنسد ودني وكنخرج، كنسد ودني وكنخرج. يبدلوا لي كل ساعه، يبدلوا ليها هذاك الشيء من قدام، ذاك يخرج كل ساعه، يبدلوا ليها. دابا نطلب من الناس تاع بنتي العمليه. دابا تعطلت في العمليه، بنتي تعطلات بزاف، اول جديد دابا تعطلت. دابا تمكلاو كدوها الكلاوي، وهاد الشر كامل الحريق اللي كنشوفها واقفه كيقول لك صافي كوثر برات ولا بنتي ما براتش. انا اللي عايشه معها في الدار كنقولها لهم، انا اللي عايشه مع بنتي في الدار كنشوفها واقفه يقول لك برات ولا بنتي ما براتش. بوشيطه من هنا، الداوي كنشامها دابا، الداوي راسها كنشوفها هذه يديها هكا، والداوي راسها. هذا ما نطلب، ولا بنتي باقي ما براتش، حدا كتعطل راه كيمرضوا على حوايج اخرين. هذيك السيدي باجو السيمات، مشينا للكلينيك، عطاها ديال السكالي وديت التحاليل وديت المصران، ما كانش باش جمعنا غير 20 محطوطه، و20 حنا خسرنا منها باش هاد البوشيطات. انا كنمشي نجيب لها الدواء الصباح، مشيت هاد السيمانه كنجيب لها البوشيط ونجيب لها الدواء بحال حريق شدار، جبت لها فلي مع الفرماسيان مع 8 العشيه. يومي كنجيب لها الدواء. طلب من الناس اللي باش ما كاين. انا ما بغيت والو، ما بغيتش فلوس في يديا، ما بغيتش الفلوس انا في يديا. شي واحد يتكلم بها يتشافى وصافي. ناس سيدنا لا جزيكم بخير، هذا ما نطلب. باها فاش بغا نخرجوها مشى قال لك صافي بغا شدني، شدو يديوني جيتي وبنتك. الطبيب قالت ليه ما عندنا والو، بغيت تخرجني ما عندنا والو. صافي قال لي باباها، قال ليه لا بغيت، ما عنديش. قالوا دفع شي حاجه في لاكيس، ما ندفعو. دفعنا 100000 ريال، تخيلي 10 مليون، دفعنا 100. هذيك الساعه حاطين 100. قلنا هذيك الطبيب قال لينا، قال لي كيعاونوك الناس في الاول عاونوك دابا. هذا ما قال لي.